بالاتحاد مع دعوة قداسة البابا فرانسيس للصلاة من أجل السلام العالمي وبمناسبة عيد البشارة. ترأس غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين قداسا احتفاليا في بازيليك البشارة للاتين بمدينة الناصرة بفلسطين، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وحضور رهبان وراهبات وجمع كبير من الحجاج وأبناء الرعية. ووجه غبطته كلمة بهذه المناسبة قال فيها: لنصلي من أجل تلك الشعوب ومن أجل الأمهات والأطفال وكبار السن الذين أصبحوا وحيدين تحت رحمة عنف لا معنى له. وفي نهاية القداس انضم المشاركون من إكليروس ومؤمنين إلى دعوة البابا فرانسيس لتكريس شعوب روسيا وأوكرانيا لقلب مريم الطاهر. At the end of this celebration, this is important, at the end of this celebration we will join the Holy Father, Pope Francis, in order to consecrate the Immaculate Heart of Mary, the people of Russia and Ukraine. في نهاية هذا الاحتفال سنصلي مع قداسة البابا فرانسيس لأجل تكريس شعوب روسيا وأوكرانيا لقلب مريم العطار. Two peoples, two brothers are at war with each other. شعبين أخوين موجودين في حرب واحد ضد الثاني. One attacks, the other one is attacked. One is big, one is small. واحد هجم على الثاني، الثاني انهجم عليه. واحد كبير، واحد صغير. But both brothers. اثنيناتهم مع ذلك إخوة. Both experience profound human tragedies and leave behind them enormous material and spiritual rubble. واثنيناتهم يختبرون المأساة المادية والروحية. Here in Holy Land, we know what war is. هنا في الأراضي المقدسة نعلم ما هو الحرب. We feel how the war enters people's heart and becomes a way of thinking, creates deep divisions and frustration. نشعر كيف الحرب تدخل على قلوب الناس وتخلق الانقسامات واليأس العميق. Erects physical and human walls, destroys prospects for trust, vision, and peace. وتعمر من الجدار الروحية والمادية وتحطم المستقبل فيه سلام. Precisely because of this, because we know what it all means, because we have experienced it on our skin. لأننا اختبرنا هذا الإشي على جلدنا، لأننا نعلم ما هو. We'll pray for those peoples, for their rulers, and above all, for the little ones of the gospel, the mothers, the children, the elderly, left homeless, alone. نصلي بالذات لهذه الشعوب ورح نصلي خاصة للصغار الإنجيل الأمهات والأشخاص اللي تركوا لحالهم في البيوت الكبار بالسن. Sorry, left at the mercy of incomprehensible violence. الموجودين تحت رحمة عنف لا معنى له. And without clear perspectives for their future. وبدون أي آفاق واضحة لمستقبلهم. May the Virgin of Nazareth, who became the mother of Jesus in this place, intercede for them and for all those in the world are suffering these same situations. لتشفع بهم عذراء الناصرة التي صارت هنا أم يسوع، لتشفع بجميع الذين يعانون في العالم من الأوضاع نفسها.